المطالب ديالنا بالنسبه لنا راه هي واضحه ومشروعه، هي الترقيه الاستثنائيه والفوريه منذ سنه 2012 و13 وفك الحصار على الاساتذه وتسمح لهم الوزاره باجتياز جميع المباريات اللي المفروض كاينين اساتذه مسموحه لهم، ولكن علاش بالضروره هاد اساتذه زنزانه اللي الدوله فرضت عليهم انهم ما يدوزوش هاد المباريات هذه. إذا حنا كنطالبوا من الوزارة أنها تعجل بحل هذا الملف وترقي الأساتذة بالأثر المالي والإداري وتطبيق القانون. حنا كنطالبوا بتطبيق القانون اللي الدولة لحد الآن كترفض أنه تبقوا، وأنه عندما يغير الإطار الأساسي النظام الأساسي يتم تصفية الأفواج. لحد الساعة الأفواج من 2012 كانت خصها تسوى، مازال ما سواتهاش الحكومه ولا الدوله. يعني حنا باقيين في احتجاج، باقيين في الصمود. البارح تعرضنا للقمع، المسيره اللي قبل ديال يناير تعرضنا للقمع، دائما كنجيو الاحتجاج كنتعرضوا للقمع. اذا هاد الدوله هادي عندهاش وسائل الحوار، عندها غير وسائل ديال القمع، لان حنا كنقولوا للدوله حنا الا كنتوا كتراهنوا على القمع حنا كنراهنوا على الصمود والنضال، وحنا حاضرين في الميدان الى ان يحل هذا الملف بشكل نهائي ومشروع وبالمطالب العادله ومشروع اللي عندنا في الملف المطلبي.